كثير من أهل الدنيا ما زالوا يتخبطون في الضلالة والتيه والفقر. عندما يأتي الصالح الموعود سيعمد إلى أهل هذه الدنيا فيخلصهم من الضلال والفقر كأهل مصر وينجيهم من كيد الظالمين. الموعود أجل هو الذي يبعث اسمه السكينة والطمأنينة في قلوب الناس إذا ما اعترضتهم الخطوب. ومن يكون ومتى سيأتي؟ بعد أن يأتي النبي الخاتم، عندها يأتي المخلص الموعود. ستكون حكومة واحدة يكون حاكمها المخلص الموعود، وسينشر القسط والعدل في الأرض طولا وعرضا.